ده صعب. انت لعبت في المانيا كتير، مين اكتر مدرب او حتى في هانزا روستوك يعني كنت بتتعامل معاه وشايفه ان هو اثر فيك؟ ايفالدلين. ايفالدلينين. ايفل دلينين. طيب عمل لنا مفاجأة وعملنا لك مفاجأة، خلينا نطلع نشوف هذه المفاجأة ونرجع مرة أخرى. Hi, Yasser, my friend. This is Evadlin from Germany, your former coach. Well, we didn't hear from each other for a long time, but I have very good memories of you as a player in our common time. When I came to Rostock, this was my second job as a main coach in professional football, and I remember you as one of the fittest and best players that that I ever had, in terms of speed, in terms of resistance, in terms of aggressivity, and also in terms of character. You had an incredible fighting spirit, and you were able to defend in a fair way because of your speed and your ability. So this is what a lot of defenders in history of football did not do and can't do. So I really would like to thank you for your participation. You were, for me, a very important player, and I had a lot of fun working together with you. So thank you for that. Well, I hope, of course, that you and your family are well, and that everything is okay over there. And as I heard, you became a coach. So for your professional career as a coach, I wish you all the best and, well, a lot of success. But stay as you are, as a human being, with your character. And you know, the most important in life and in the world is your character, not only your success, is the health of you and your family. So all the best in that aspect, and greetings from Germany to Egypt. All the best, Yasser. Ciao, ciao. راجل جميل. ذكريات. الراجل ده يعني ده سبب قعدي تاني في المانيا. انا كنت بعد سنه ونص كان عقدي. انت الاول عينيك دمعت، انا حسيت ان انت رجعتك بذكريات كتيره جدا لورا. بصراحه يعني الراجل ده ليه فضل عليا طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى. قعدت سنه ونص تقريبا انا ما بمسكش حتى جنيه. والله كنت باخد كنت باخد بالماينس من البنك عشان اقدر اكمل الشهر. فرحت له كلمته، قلت له انا وضع المادي صعب جدا وانا مش قادر اعيش وعايز امشي، وفعلا بالفعل سفرت مراتي على مصر. فهو جالي البيت، قال انا اجي لك البيت بالليل. جه هو ومراته. قال لي وريني العقد بتاعك. جبت له العقد، فبص يضحك ويدي لي مراته تضحك. يا جماعه دول جايين يضحكوا عليا بقى ولا ايه؟ المهم انا قال لي العقد بتاعك ده ولا الدرجه الثالثه. وعدل لي بقى العقد بتاعي، وبعدها بست شهور قام مجدد لي عقدي تاني قبل عقدي كمان ما يخلص بسنه. جدد لي ثلاثه تانيين، فبدات اقبض الاربعه بالراتب الجديد. بالراتب الجديد فهو كان بيحبني جدا. قال انا عايز اجيب لعيب مصري. كان في الفتره دي كابتن محمد عماره طبعا صديقي وصديق الرحله الطويله. كان موجود بيعمل، كان هو في النادي الاهلي ساعتها، وكان بيعمل كان عنده قطع جزئي في الرباط. فقلت له في كذا كذا، قال لي خلاص خليه يجي يكمل علاجه هنا. جه من دوزلدورف عندنا في النادي وكمل تاهيله. قال لي هو لعيب كويس، كان ساعتها بقى مخلصين 98 وهو واخد احسن باك ليفت في البطوله. فايامها بقى ما كانش في سيديهات ولا كلام من ده، كان الشرايط بقى، انت عارف الشرايط عامله ازاي. طبعا. جبت له ماتش اتفرج عليه، خدناه في شهر واحد على طول يعني. والله والله. فهو كان حابب كمان ان يبقى معاك واحد مصري عشان تقدر تتاقلم على الحياه. كنت انت بتلعب باك رايت وعماره بيلعب باك ليفت. لا كنت انا ساعتها بلعب نص ملعب ناحيه الشمال وعماره باك ليفت، يعني ورا بعض. فعملنا موسم مع الراجل ده، موسم هايل، ونهينا سادس في سنه 98 برضو. لعبنا التصفيات المؤهله للويفا كاب، وخسرنا. انا اللي خسرت الفرقه بصراحه. وبعد كده انت مشيت، او هو الراجل مشي؟ الراجل مشي. وانت جايب في جون بعد كده. مسك كولن هو بعدها. وكنت انا راجع من الصليبي، وكان اول ماتش ليا.